يا حشاد اتحاد اتحاد على دربك يا حشاد اتحاد اتحاد على دربك يا حشاد اتحاد يا حشاد على دربك يا حشاد يا حشاد يا حشاد والنهضة بعد البيت 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 أصدقائي إخواني أعتقد أنهم يحاولون اليوم التنصل من جريمة بشعة من جريمة وحشية كل الأطراف اليوم تحاول أن تجد تبريرا يريدون أن ينسبوه لأطراف معينة تنصلا من مسؤولية نعتبر أن هذا الاغتيال هو اغتيال ممنهج اغتيال خطط له من زمان وما اغتيال رفيقنا يوم أول أمس إلا القشة التي قسمت ظهر البعير أعتبر أن هذا الاغتيال برمج له وهذا الاغتيال قد كان ممنهجا منذ أزمنة.